الدوش ودموعكم مسكوبة على سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين. نزور هذه الزيارة مني ونيابة عن والدي ووالد والدي وعن أهلي وجيراني وأخواني المؤمنين والمؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على السلام على خليل الله ونجيبه السلام على صفي الله وابن صفي السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على سيد القربان. لكنما عيني لأجلك باكية تبتل منكم كربلاء بدم ولا تبتل وصفيك وابن صفيك الفائز بكرامتين أكرمته بالشهادة وعبرته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الدادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلال.
وما أحبهم بالعرب للأجنى وشرافته بالثمن الأوكس وتردرس وترنى في هوى وأسخطك وأسخط نبيا وأطاع من عبادك أهل الشباط والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجعلهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه اللهم فلعنهم السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء أشهد أنك أمين الله وابن أمينه عشت سعيدا ومضيت وأشهد أن الله معجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين فلعن الله من قتل ولعن الله من ظلم ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به اللهم إني أشهدك بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصحاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها واشهد انك من رعاء الدين واركان المسلمين ومعقل المؤمنين واشهد انك الامام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي واشهد ان الائمه من جلدك كلمه التقوى واعلام الهدى والحره الوسطى والحجه على اهل الدنيا واشهد اني بكم مؤمن وبيانكم منقذ بشرائع